طالبة حقها للولد مقاطعة الطين طاع، طالبة حقوق هؤلاء العيال الناس اللي عندهم مشاكل اليتامى معامل الشيلة مقلوعة ترابنا والناس اللي فيها نلطات لها ترابها عندها ليش معاها إليك كلها مقتول وخيمة خيمة قالوا قبابة دارتا طالبين من حقوقنا الدولة تعدلونا ولا ما لا الدولة راجعة بعد الشعب وفضت الشعب ومواطنين أغنيات يتامى لا في عندهم هم العائلين عليهم اسمع في بوشاتها شوفوا والناس تمرق بوشاتها عندهم شوفوا عندي لي روين واحد منهم خاف والثاني ممنوع لي قلق من القلق ما بيني اقلق والسلام عليكم مالك يا اشرف حد لاني قايل يا شيخ السلام نحن هذا لا نتكلم باسم مجموعه عريضه وطويله مظلومه باختصار على هاي الناس من 2010 مستلمينها بجاتها وعلى كل يوم تماطي في الاداره وجاها واحدين وقصروها وان المنطقه عائلاتنا في عام قبض الدوله فيها قرار وعاد احنا لقاها عنده اي ملكيه ساويه تخطيط ما دام معتبره يستلمون هذه البجات من ساعه احنا نترد على الاداره نختار الاداره تقوم بمسؤوليتها تجاه هاي الناس الضعيفه تستلم لها بجات اياك ما يخرج من القضايا الامنيه ما لنا قابلين ولا ندور ونحن بعد باسمنا كلجنه حكماء مشكله الاطار والناظر بس المهم نختار القضيه تنحل بشكل ودي ما لنا جالسين القضاء ولا لنا بايعين ولا لنا مبدلين ولا لنا عاطين نختار القضيه تتحمل اداره مسؤوليتها مشكرة.